بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنحل الدرس الثالث في الباب الثاني من كتاب مندليف 2023. الدرس بيتكلم عن الكشف عن الشقوق القاعدية اللي هي الكاتيونات. السؤال رقم 1 بيقول لي: تعتمد عملية الكشف عن الكاتيونات على تطاير الكاتيون في صورة غاز مميز؟ غلط. اللي بيحصل ده بيبقى في الأنيونات، إن إحنا بنطردها من الملح الصلب بتاعه على هيئة غازات. ترسيب الكاتيون على هيئة راسب مميز؟ اه، الكاتيونات بنكشف عنها ان احنا بنرسبها من محللها، يعني لازم الملح اللي عندي يكون اي كيو، يعني لازم يكون دايب في مية، ما يكونش ملح صلب زي مين؟ زي الانيونات، واحنا بنكشف عنها في التجربة الاساسية. يبقى الاجابة الصحيحة هي باء. السؤال رقم 2 اي من الاشكال الاتية يوضح الاستخدام الصحيح للكاشف للتأكد من وجود الكاتيونات؟ احنا قلنا الكاتيونات لازم تكون دايبة في محللها المائية، هنا كاتب لي اس وهنا اس مادة صلبة وهنا اس، يبقى كل ده غلط، لازم يكون محلول مائي، يبقى ده الاجابة الصح. يبقى الاجابة الصحيحة هي باء. ان احنا نجيب المحلول المائي ونحط عليه حمض الكبريتيك المخفف، ده كان بيكشف عن كاتيون الكالسيوم، وزي ما انتم شايفين في كتاب المدرسة المجموعة الخامسة اللي هي الكالسيوم، التجربة التأكيدية بجيب كلوريد الكالسيوم كمحلول اهو واحط عليه حمض الكبريتيك المخفف، بيطلع لي كبريتات الكالسيوم ده راسب ابيض ما بيدوبش في الايه؟ في الاحماض المخففه. السؤال رقم 3 محلول يحتوي على ايونات نحاس ثنائي رصاص ثنائي فضه احادي، اذا تم امرار غاز H2S خلال هذا المحلول اي الرواسب التاليه يمكن ان تتكون؟ طيب دول موجب هيمسكوا في السالب اللي هو الاس، وتعالوا نشوف ده راسب ولا لا. CuS راسب اسود، البي بي اس راسب اسود، الاي جي تو اس راسب اسود، يبقى الثلاثه هيكونوا لي رواسب، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 4 اضيف محلول حمض الهيدروكلوريك الى محلول مائي فتكون راسب. انا عارف ان حمض الهيدروكلوريك المخفف ده كشف المجموعه الاولى انيونات وكشف المجموعه الاولى كاتيونات. لو انيونات هيقول لك ملح صلب مش هيقول لك محلول مائي، ويقول لك تصاعد غاز مش هيقول لك تكون ايه؟ راسب. طالما كون راسب مع محلول مائي يبقى الكاتيون ده كاتيون في المجموعه الكام؟ الاولى، لان حمض الهيدروكلوريك المخفف كاشف المجموعه الاولى كاتيونات. زئبق ثنائي غلط، الزئبق الاحادي هو اللي مجموعه اولى. هنا زئبق احادي صح، رصاص ثنائي صح، يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. HgCl او Hg2Cl2 ده الراسب، والBbCl2 راسب ايه؟ ابيض. السؤال رقم 5 عند اضافة محلول الامونيا، محلول الامونيا هو محلول النشادر هو هيدروكسيد الامونيوم، في وجود كلوريد الامونيوم الى محلول يحتوي على كاتيونات حديد ثنائي وكالسيوم والامونيوم وحديد ثلاثي، من الكاتيون الذي لا يترسب؟ احنا عارفين المجموعة الثالثة ده الكشف بتاعها اللي هو هيدروكسيد الامونيوم اللي هو محلول الامونيا او محلول النشادر، كلها هيدروكسيداتها شحيحة الذوبان في الماء اللي هي FeOH لكل 3 راسب بني محمر، ALOH لكل 3 ده راسب ايه؟ ابيض جيلاتيني، FeOH لكل 2 ده راسب ايه؟ ابيض مخضر، اما الكالسيوم مع الـ OH ما بيكونش راسب، CaOH لكل 2 ده هيدروكسيد كالسيوم ده محلول، ده اللي هو ماء الجير. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف، الكالسيوم مش هيكون راسب مع الإيه؟ مع محلول الأمونيا. السؤال رقم 6 تم تقسيم عينة من محلول عديم اللون إكس إلى 3 أنابيب اختبار، وتم إجراء سلسلة من التفاعلات على هذا المحلول، ودونت الملاحظات كالتالي: يعني عندي مادة محلول أهو عديم اللون قسمته لثلاث أجزاء عشان أعمل عليه ثلاث تجارب عشان أعرف مين الأنيون والكاتيون بتاع الملح ده. ضفت له هيدروكسيد صوديوم وبعدين زودت هيدروكسيد صوديوم ثم المزيد منه، طلع راسب ابيض ثم زال الراسب. هيدروكسيد صوديوم ده كشف المجموعه الثالثه تاكيديه اللي هو الومنيوم حديد ثنائي حديد ثلاثي، اللي كان بيطلع راسب ابيض كان الالومنيوم راسب ابيض جيلاتيني، فعلا الراسب الابيض الجيلاتيني ده متردد بيدوب في هيدروكسيد الصوديوم تاني ويكون ميتا الومينات الصوديوم، يبقى الموجب بتاعي الومنيوم. قال له ضفت له هيدروكسيد الامونيوم، ما هي دي التجربه الاساسيه للمجموعه الثالثه، طلع راسب ابيض يبقى اكد لي ان هو الومنيوم، يبقى الاجابه يا باء يا جيم، ده اللي فيها الومنيوم. ضفت له محلول كبريتات المغنيسيوم ما تكونش راسب، مين اللي ما يكونش راسب مع كبريتات المغنيسيوم؟ الكربونات ولا البيكربونات؟ اكيد البيكربونات،
لان بيكربونات المغنيسيوم بتدوب في الميه مش راسب، اما كربونات المغنيسيوم دي راسب، لان انا عارف ان املاح الكربونات كلها رواسب ما عدا صوديوم بوتاسيوم ايه امونيوم، يبقى كربونات المغنيسيوم دي راسب. هو بيقول لي ما كونتش راسب، يبقى هو بيكربونات مش كربونات، يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. السؤال رقم 7، اي ازواج الايونات التاليه عند خلطهما معا يمكن ان يعطيا راسبا لا يذوب في الماء؟ كبريتات البوتاسيوم مش راسب، اي حاجه فيها بوتاسيوم بتدوب. كبريتيد الصوديوم مش راسب لان اي حاجه فيها صوديوم بتدوب. نيترات الفضه مش راسب لان اي حاجه فيها نيترات بتدوب. هيدروكسيد الالومنيوم ده راسب ايه؟ جيلاتيني ولونه ابيض. يبقى دي الاجابه الصح، الاجابه د. السؤال رقم 8، عند خلط المحاليل التاليه بينتج راسب ما عدا، يعني في اتنين هضيفهم مش هيكونوا راسب، فبقول كلهم هيكونوا راسب لما اخلطهم ما عدا مين؟ نيترات الصوديوم دي بتدوب، بس كربونات الفضه راسب لان كل الكربونات رواسب ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم، يبقى اكيد كربونات الفضه راسب، يبقى دي هتكون راسب. الاي جي سي ال ده راسب ابيض، يبقى دي هتكون راسب. الان اي سي ال ده محلول، وكبريتات النحاس 2 ده محلول برضه، يبقى دي مش هتكون راسب، يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. الان اي سي ال محلول وكبريتات الكالسيوم دي راسب. السؤال رقم 9، اي من المواد التاليه يمكن ان يتفاعل مع البوتاسه الكاويه؟ البوتاسه الكاويه اللي هي كي او اتش، مين اللي ممكن يتفاعل من دول مع كي او اتش؟ هتلاحظ ان كلهم فيهم هيدروكسيد اللي هو او اتش، ازاي او اتش يتفاعل مع او اتش؟ ما ينفعش، بس حاجه واحده بس اللي ممكن تنفع، هيدروكسيد الالومنيوم. ليه؟ لان لسه قايل لك حالا ان هو متردد، يعني بيتفاعل مع الاحماض والقواعد، بس هيدروكسيد الالومنيوم بالذات بيتفاعل مع القواعد القويه زي الكي او اتش او الان او اتش بس، يعني ما يتفاعلش مع الان اتش 4 او اتش. السؤال رقم 10، اثناء تجربه للكشف عن كاتيون احد الاملاح ضفت القليل من هيدروكسيد الصوديوم فتكون راسب. هيدروكسيد يبقى مجموعه ثالثه لانها هيدروكسيداتها شحيحه الذوبان في الماء، وبإضافة المزيد من هيدروكسيد الصوديوم زال الراسب، يبقى أكيد الملح ده إيه؟ ألمونيوم، يبقى AlCl3. أما لو قال لك بقى الراسب لما داب كون إيه؟ اختار ألف. ما هو الراسب هيدروكسيد الألمونيوم اللي هو AlOH الكل ثلاثة. الراسب ده لما يتفاعل مع NOH زيادة بيكون ميتا ألومينات الصوديوم اللي بتدوب في المية، وعشان كده بيختفي الراسب. السؤال رقم 11، عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح، ملح يعني ملح صلب، يبقى بكشف عن الأنيونات بتاعة المجموعة الأولى. تصاعدت أبخرة بنية حمراء عند فوهة الأنبوبة. الأبخرة البنية الحمراء اللي هي NO2، يبقى أكيد ده أنيون نيتريت، لأن النيتريت مع HCl كان بيطلع NO عديم اللون بيتأكسد عند فوهة الأنبوبة إلى NO2، تمام؟ اللي هو لونه بني محمر. يبقى نيتريت، يبقى الإجابة يا نيتريت صوديوم يا نيتريت فضة. ماشي، عايز أعرف هو فضة ولا صوديوم؟ قال لي كون راسب أبيض بيدوب في محلول النشادر المركز برضه مع حمض الهيدروكلوريك. طب حمض الهيدروكلوريك يكون راسب لو كشف عن كاتيون؟ أه تمام. كاتيون مجموعة كام بقى؟ أولى. ما هو ده كشف المجموعة الأولى أنيونات وكاتيونات. مين اللي مجموعة أولى؟ الصوديوم ولا الفضة؟ الفضة. لان هي بتكون لي مع الكلوريد اي جي سي ال فعلا راسب ابيض بيدوب بسرعه في محلول النشادر المركز، اما الصوديوم اصلا ما بيكونش راسب مع الكلوريد. ثانيا الصوديوم ده مجموعه سادسه مش مجموعه اولى. السؤال رقم 12، عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ان اي او اتش اللي هو كاشف المجموعه الثالثه اتكون راسب ابيض مخضر يبقى حديد ثنائي. ما هو الراسب الابيض المخضر هو اف اي او اتش الكل 2، يبقى اكيد الكاتيون ده حديد ثنائي. مش هتلاقي عندك حديد ثنائي الا في الاجابه ب. طب عايز اتاكد انا كده كشفت عن الحديد الثنائي. قال لي لما ضفت كلوريد الباريوم، انت عارف ان محلول كلوريد الباريوم ده كشف المجموعه الثالثه انيونات اللي هي كبريتات وفوسفات، اهو هيدي كبريتات الباريوم ده راسب ايه؟ ابيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، يبقى فعلا الاجابه الصحيحه هي ب. السؤال رقم 13، ما هو الأيون الذي لا يمكن أن يترسب عند إضافة HCl أو H2S؟ يعني سواء ضفت ده أو ده عمره ما يكون راسب.
تعال نشوف البي بي مع السي ال هيدلنا بي بي سي ال 2 ده راسب ابيض، والبي بي مع الاس يدلنا بي بي اس ده راسب اسود، يبقى مستحيل اختار ده، ده بيكون راسب مع الاثنين. طب السي يو مع السي ال، سي يو سي ال 2 ده محلول تمام، بس السي يو اس راسب اسود يبقى مش هينفع اختاره، بيقول لي ما بتكونش راسب لا مع ده ولا مع ده. الاي جي سي ال راسب ابيض، والاي جي 2 اس راسب اسود يبقى مش هينفع اختاره، يبقى اكيد الاجابه ايه؟ ده بالاستبعاد كده سي اي سي ال 2 ده محلول وسي اي اس ده ايه؟ محلول. السؤال رقم 14، الايون الذي يكون راسب مع ايونات الفضه وما يكونش راسب مع ايونات البريوم. طب تعال نشوف، فوسفات الفضه ده راسب، راسب اصفر تمام لحد دلوقتي، فوسفات البريوم ده راسب ايه؟ ابيض، يبقى فوسفات الفضه راسب اصفر وفوسفات البريوم راسب ابيض، يبقى مش هينفع اختارها، وبقول لي راسب مع الفضه وما يكونش راسب مع البريوم. نترات، من قبل ما اقول اي حاجه غلط، النترات اصلا ما بتكونش رواسب مع حد. البيكربونات غلط برضو، البيكربونات ما بتكونش رواسب مع حد، يبقى اكيد الاجابه ايه؟ كلوريد. فعلا كلوريد الفضه راسب اللي هو اي جي سي ال راسب ابيض، اما كلوريد البريوم ده ايه؟ محلول، او البريوم مع الكلوريد ده محلول، يبقى فعلا ما بيكونش راسب هنا، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 15، عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك اللي هي عامل مؤكسد، أكسدة مين بقى؟ كبريتات الحديد 2، أكيد كبريتات الحديد 2 هتتأكسد إلى كبريتات الحديد 3. كبريتات الحديد 3 اللي طلعت دي حطيت عليها NaOH، حديد ثلاثي مع OH يدلنا FeOH لكل 3، ده راسب إيه؟ بني محمر، يبقى الإجابة الصحيحة هي ج. السؤال رقم 16، يمكن فصل هيدروكسيد الالومنيوم اللي هو ELOH باي 3 ده راسب ابيض جيلاتيني عن FeOH لكل 3 ده راسب بني محمر، عايز افصلهم عن بعض، يبقى شوف حاجه تدوب واحد وما تدوبش الايه؟ التاني. طيب نشوف مين اللي ممكن يتفاعل مع ده وما يتفاعلش مع ده. هل ينفع اختار حمض الهيدروكلوريك المخفف؟ غلط، هيدوب الاثنين. طب هيدروكسيد الامونيوم مش هيدوب الاثنين، هيسيبهم زي ما هم. طب هيدروكسيد الصوديوم صح، هيدروكسيد الصوديوم يتفاعل مع ELOH لكل 3 لانه متردد ويدوبه ويكون ميتا الومينات الصوديوم، لكن ما يدوبش ال FeOH لكل 3. تعال اما اوريك جدول كده مهم جدا في موضوع الرواسب بتاعه المجموعه الثالثه. هنا ELOH لكل 3 ده راسب ابيض جيلاتيني، وال FeOH لكل 2 ده راسب ابيض مخضر، وال FeOH لكل 3 ده راسب بني محمر. لو حطيت عليهم HCl الثلاثة هيدوبوا تمام، يبقى ده هيدوب وده هيدوب وده هيدوب، يبقى ما ينفعش احط HCl هيدوب الاثنين. طب لو حطيت NaOH ده متردد هيدوب، بس لازم يكون بيدوب في القواعد القوية زي NaOH او KOH، لكن دول قواعد مش هيتفاعلوا مع قاعدة فمش هيدوبوا. ال NH4OH مش هتدوب ال ALOH لكل 3 ولا FeOH لكل 2 ولا FeOH لكل 3، يبقى ما ينفعش اختار HCl هيدوب الاثنين. ما ينفعش اختار ال NH4OH مش هيدوب الاثنين، مش هيدوب حاجه اصلا. اما ال NaOH هيدوب ده وما يدوبش ده تمام، يبقى هعرف افصلهم عن ايه؟ عن بعض. السؤال رقم 17، عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى محلول يحتوي على ايونات الفضه اللي هي اي جي، الاي جي هتمسك في السي ال ويكون لي اي جي سي ال، قال لي هيتكون راسب يشبه لون الراسب المتكون من مين؟ هو الاي جي سي ال مش ده راسب ابيض بيدوب كويس جدا او بسرعه في محلول النشادر الايه؟ المركز، دور على تفاعل يطلع لك راسب ابيض. الفضه مع البروميد يديك اي جي بي ار ده راسب ابيض مصفر، غلط. الفضه مع الفوسفات يدلنا اي جي 3 بي او 4 ده راسب اصفر، غلط. كربونات الكالسيوم اللي هي سي اي سي او 3 فعلا ده راسب ابيض، يبقى اختار الاجابه ج. حمض الهيدروكلوريك المخفف مع الثيوكبريتات كان بيطلع لي اس او 2 مع اس، اس ده راسب ايه؟ اصفر مش ابيض، يبقى دي غلط. السؤال رقم 18، عينه من محلول يحتوي على كاتيون مجهول قسمناها الانبوبتين اختبار وعملنا عليها التجربتين دول، حطيت NaOH ده كشف المجموعه الثالثه طلع لي راسب ابيض،
الرصب الابيض يبقى المونيوم. تمام، وفعلا اتاكدت لما ضفت المزيد من ان او اتش الرصب ده، ولما حطيت ان اتش 4 او اتش اللي هي التجربه الاساسيه للمجموعه الثالثه طلع رصب ابيض يبقى المونيوم، والزياده منه ما بتدوبش الرصب، يبقى الاجابه الصحيحه اي ال موجب 3. السؤال رقم 19، اي من محاليل الاملاح التاليه يكون رصب لو ضفت عليه حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4؟ يبقى دور على الموجب هنا لما يمسك في الكبريتات هل هيكون رصب ولا لا. ال AL مع ال SO4 هيدلنا AL2SO4/3، ده محلول مائي. ال BB مع ال SO4 يدلنا BBSO4، ده رصب ابيض، يبقى اختار دي. المنجنيز مع مين؟ مع الكبريتات يدلنا MnSO4، دي محلول. المغنيسيوم مع الكبريتات يدلنا كبريتات المغنيسيوم، دي محلول. يبقى كبريتات الرصاص 2 هي اللي رصب، يبقى اختار الاجابه ج. السؤال رقم 20، عند اضافه هيدروكسيد الصوديوم كشف المجموعه الثالثه تاكيديا طلع رصب جيلاتيني بني محمر، يبقى ده حديد ثلاثي، يبقى الكاتيون حديد ايه؟ ثلاثي. ادور هنا، ده حديد ثنائي، ده حديد ثنائي، ده الومنيوم، يبقى اكيد الاجابه ايه؟ الف. عايز اتاكد. قال له ضفت على هذا المحلول كلوريد الباريوم. طب ما انا عارف ان محلول كلوريد الباريوم كشف المجموعه الثالثه انيونات اللي هي كبريتات وفوسفات، فعلا الكبريتات مع الباريوم هتدي كبريتات الباريوم، ده رصب ايه؟ ابيض، ما بيدوبش في الاحماض الايه؟ المخففه. يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 21، محلول مائي يحتوي على خليط من ايونات الالومنيوم والكالسيوم والفضه، اجريت عليه عده تجارب. اول تجربه ضفت حمض الهيدروكلوريك المخفف، حمض الهيدروكلوريك المخفف كشف المجموعه الاولى كاتيونات، من المجموعه الاولى هنا الاي جي، يبقى هيكون لي راسب اي جي سي ال، يبقى الراسب ايه؟ هو اي جي سي ال. اتبقى لي مين في المحلول؟ الكالسيوم والالومنيوم. رحت حطيت عليهم حمض الكبريتيك المخفف، حمض الكبريتيك المخفف كان بيكشف عن الكالسيوم بتجربه تاكيديه، كان بيكون لي كبريتات الكالسيوم، ودي راسب ابيض، يبقى انا فصلت الراسب ب اللي هو كبريتات الكالسيوم، لسه الالومنيوم. حطيت له محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الامونيوم، هيكون لي الراسب سي اللي هو اي ال او اتش الكل 3 اللي هو راسب ابيض جيلاتيني، يبقى الراسب اي اي جي سي ال، بي هو سي اي اس او 4، سي هو اي ال او اتش باي 3، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 22، عند تعرض كبريتات الحديد 2 للهواء الجوي لفتره كافيه هيحصل لها ايه؟ هتتاكسد وتتحول من كبريتات الحديد 2 الى كبريتات الحديد 3، يبقى اول حاجه حصل لها اكسده. رحت حطيت عليها ان اي او اتش، الاف اي مع الاو اتش هيكون اف اي او اتش الكل 3، ده راسب بني محمر. هو كاتب لي كل حاجه وبيقول لي العمليتين اللي حصلهم ايه. اول حاجه حصل عمليه اكسده، وبعدين حصلت عمليه ايه؟ ترسيب، يبقى اكسده ثم ترسيب، يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. السؤال 23، أنبوبة اختبار تحتوي على كبريتات الحديد 2 تركت معرضة للهواء الجوي لفترة طويلة، أكيد هتتأكسد إلى كبريتات الحديد 3. حطيت عليها هيدروكسيد أمونيوم اللي هو كشف المجموعة الثالثة، هيكون لي اف اي او اتش الكل 3، لسه قايل حالا إن ده راسب جيلاتيني بني محمر، يبقى راسب بني محمر مش أبيض مخضر. برا ولا ضايع؟ حديد ثلاثي في 5 مفرد، يبقى أكيد إيه؟ بارا مغناطيسي، يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال 24، في التجربة الأساسية لترسيب كاتيون النحاس 2 من كبريتات النحاس، كبريتات النحاس 2 في التجربة الأساسية ليها كنا بنحط H2S اللي هو غاز في وسط حامضي، وسط حامضي اللي هو HCl، كان بيكون لي CuS ده راسب أسود مع H2SO4 ده محلول. هو بيقول لي يستخدم المحلول الناتج اللي هو ده المحلول الناتج اللي هو حمض الكبريتيك في ترسيب مين؟ ترسيب الحديد الثلاثي، الحديد الثلاثي مع الكبريتات ده محلول مش راسب، وكبريتات الكالسيوم دي ايه؟ راسب. انا اصلا كنت بكشف عن الكالسيوم بتجربه تاكيديه ان انا بضيف له حمض الكبريتيك المخفف، كان بيكون لي راسب ابيض من كبريتات الكالسيوم،
اما الحديد الثنائي مع الكبريتات محلول، والمغنيسيوم مع الكبريتات ايه؟ محلول. يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. السؤال 25، عند تعرض طرف سلك بلاتين عليه احد الاملاح الى لهب بنزين غير المضيء، تلون اللهب باللون الاحمر الطوبي، يبقى ده كاتيون مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم كان له تجربتين تاكيديتين. اول تجربه اللي هي اضيف عليه حمض الكبريتيك المخفف كان بيطلع لي راسب ابيض من كبريتات الكالسيوم، او اعرضه لايه؟ الملح الصلب للهب بنزين غير مضيء هيطلع لي لون احمر ايه؟ طوبي. السؤال 26، للتمييز بين محلولي كلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم استخدم ايه؟ كلوريد الباريوم. غلط. ليه غلط؟ كلوريد مش هيتفاعل مع كلوريد، كلوريد مش هيتفاعل مع كلوريد، يبقى مش هيتفاعل مع الاثنين. حمض الهيدروكلوريد برضو غلط. ليه؟ برضو كلوريد مش هيتفاعل مع كلوريد، ولا كلوريد هيتفاعل مع كلوريد. طيب حمض النيتريك HNO3 ده CaCl2 وده NaCl. يلا موجب الاول مع سالب الثاني، CA مع NO3 ده نيترات الكالسيوم ده محلول، والHCl محلول، يبقى ولا كأن حصل حاجه. NaNO3 محلول والHCl محلول، يبقى ما عرفتش اميز برضه، طلع لي محاليل هنا ومحاليل هنا. طيب لو انا استخدمت حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4، CA مع SO4 هيكون راسب ابيض، اما في المحلول الثاني NA مع SO4 تبقى Na2SO4 ده محلول مش راسب، يبقى هيكون هنا راسب وهنا مش هيكون راسب، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال 27، كل مما ياتي من خواص هيدروكسيد الالومنيوم ما عدا. هيدروكسيد الالومنيوم كنا قلنا راسب ابيض جيلاتيني، ماده متردده، بيتفاعل مع الاحماض والقواعد، يتفاعل مع HCl، يتفاعل مع NaOH، يتفاعل مع NH4OH، لا هو بيتفاعل مع القواعد القويه اللي هي ال NaOH وال KOH، يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. اي من الازواج التاليه لا تذوب في الماء؟ كربونات الصوديوم ده بيدوب في الميه لان في صوديوم، يبقى دي غلط، فبقول لي الاثنين ما بيدوبوش في الميه. بيكربونات الكالسيوم، غلط، اي حاجه فيها بيكربونات بتدوب. كربونات الكالسيوم ده ايه؟ ده راسب CaCO3، كل كربونات الكيمياء رواسب ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم. وكبريتات الكالسيوم ده ايه؟ راسب، يبقى الاثنين دول رواسب. كبريتات الالومنيوم ده محلول مائي، يبقى مش هينفع اختار دي. السؤال 29، للتمييز بين محلولي بيكربونات الكالسيوم وكربونات الامونيوم يمكن استخدام دول محاليل، احط لهم حاجه تكون راسب مع ده وما تكونش راسب مع ده او العكس. يلا بيكربونات الكالسيوم CaHCO3/2 وكربونات الامونيوم NH4/2CO3. لو انا حطيت لهم حمض الهيدروكلوريك CA مع CL تبقى محلول CaCl2، وال H2CO3 ده بيتفكك ويديني H2O وCO2، ما عنديش رواسب. وهنا HCl مع ده هيدي لنا NH4Cl ده محلول برضه، وال H2CO3 هيتفك الى H2O وCO2 برضه نفس الطريقه، يبقى ما عرفتش اميز. حمض النيتريك اللي هو HNO3 هنا هيدي لنا CaNO3/2 ده بيدوب لان في نيترات، و H2CO3 اللي هيتفك الى H2O وCO2. طب وهنا هيدي لنا NH4NO3 ده محلول في نيترات وفي امونيوم، و H2CO3 هيتفك الى H2O وCO2، ما عملتش حاجه برضو. طب هنا كلوريد الكالسيوم CaCl2، كالسيوم مش هيتفاعل مع كالسيوم، يبقى الاثنين دول مش هيتفاعلوا مع بعض. طب الكالسيوم مع الكربونات، مش كربونات الكالسيوم راسب؟ يبقى هنا هيكون راسب مع كربونات الامونيوم ومش هيتفاعل مع بيكربونات الايه؟ الكالسيوم، يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. السؤال رقم 30، A وB وC وD اربع كاتيونات، جايب لي معلومات عنهم وبيقول لي مين اللي صح فيهم. بيقول لي لو حطيت HCl هيرسب الكالسيوم والالومنيوم والايه؟ والبي بي. طبعا غلط. CaCl2 ده محلول، والAlCl3 ده محلول، البBCl2 هو اللي راسب، فمش هيرسب التلاتة، يبقى المعلومة دي غلط. الH2S معاهم لا يتكون راسب، طب ما أنا عارف إن البBS راسب أسود، يبقى دي كمان غلط.
دول مع الكربونات كلهم يكونوا رواسب. تعال نشوف كربونات. طب ما انا عارف ان كل كربونات الكيمياء رواسب ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم. هل هنا في اي حاجه فيها صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم؟ لا. يبقى كل دول مع الكربونات رواسب ولا لا؟ يبقى المعلومه دي صح. كربونات الكالسيوم راسب، كربونات الالومنيوم راسب، كربونات الرصاص راسب، كربونات النحاس راسب، كل دول رواسب. يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. السؤال 31، يمكن استخدام حمض الهيدروكلوريك كاشفا عن انيون ولا كاتيون مين؟ طيب انا عارف ان حمض الهيدروكلوريك المخفف كشف المجموعه الاولى انيونات وكاتيونات. ادور على انيون في المجموعه الاولى وكاتيون في المجموعه الاولى. الكبريتيد انيون مجموعه اولى، النحاس لا ده كاتيون مجموعه ثانيه يبقى ما ينفعش، كبريتات ده انيون مجموعه ثالثه يبقى غلط، كلوريد مجموعه ثانيه غلط، كبريتيد مجموعه اولى، رصاص ثنائي كاتيونات مجموعه اولى. يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. السؤال 32، يستخدم حمض الكبريتيك كاشفا عن انيون وكاتيون مين؟ حمض الكبريتيك كان كشف المجموعة التانية أنيونات بس لما يكون مركز، وكان كشف المجموعة الخامسة كاتيونات لما يكون مخفف. هو ما حددش، بيقول لك حمض الكبريتيك عموما ممكن استخدمه كاشف لأنيون مين وكاتيون مين، يبقى دور على مجموعة تانية أنيونات ومجموعة خامسة كاتيونات. طب ما انت عارف ان البروميد مجموعة تانية أنيونات والكالسيوم مجموعة خامسة كاتيونات، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 33، إذا تم إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في محلول يحتوي على راسب من كربونات الكالسيوم، تعال نكتب المعادلة. الـ CaCO3 ده راسب أهو، بيقول لي محلول يعني فيه مية، مررت عليه ثاني أكسيد الكربون. أنا عارف إن ثاني أكسيد الكربون مع المية مع الكربونات بيكون إيه؟ بيكربونات الكالسيوم اللي بتدوب في المية، وعشان كده كنا قلنا لفترة طويلة ثاني أكسيد الكربون بيشيل العكارة بتاعت ماء الجير لأن الكربونات بتتحول إلى بيكربونات. بيقول لي بقى أنا عايز أكشف عن الشق الحامضي اللي هو الأنيون اللي هو البيكربونات. البيكربونات كنا بنكشف عنها في المحلول ده بكبريتات المغنيسيوم، كان بيطلع راسب أبيض بعد التسخين، وعشان كده كاتب لي كبريتات مغنيسيوم والإيه والتسخين. اما لو كانت كربونات كنا بنكشف عنها بايه؟ بكبريتات مغنيسيوم بس على البارد، كان بيطلع كربونات المغنيسيوم راسب ابيض على البارد. يبقى هنختار الاجابه باء لان ده بيكربونات. السؤال 34، بالاضافه الى اختلاف اللون يصلح كل مما ياتي للتمييز بين الحديد الثنائي والحديد الثلاثي ما عدا، يعني كل دول ينفعوا يميزوا بين الحديد الثنائي والحديد الثلاثي ما عدا مين؟ هيدروكسيد الصوديوم NaOH فعلا يقدر يميز، هيكون هنا FeOH لكل 2 راسب ابيض مخضر، ويكون هنا FeOH لكل 3 بني محمر. برمنجانات البوتاسيوم تنفع تميز بينهم ولا لا؟ هنا هيتاكسد الحديد الثنائي وهنا ما يتاكسدش لان ده حديد ثلاثي، ولو اتاكسد هيزول اللون البنفسجي للبرمنجانات، اما هنا هيبقى اللون البنفسجي للبرمنجانات. أقيس العزم المغناطيسي ينفع؟ هنا في 4 مفرد وهنا 5 مفرد، أكيد العزم هيبقى مختلف. أسيبهم في الهواء لفترة كافية، طب ما أنا لو سبتهم في الهواء لفترة كفاية الثنائي هيبقى إيه؟ ثلاثي، والثلاثي هيبقى إيه؟ ثلاثي زي ما هو. تمام، أضيف عليهم محلول نشادر، طب ما هنا هيطلع بني محمر وهنا بني محمر، يبقى عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، يبقى ما ينفعش تسيبهم في الهواء لفترة طويلة. لان ساعتها يبقوا الاثنين نفس الكاتيون اللي هو حديد ايه ثلاثي، فمش هتعرف تميز بينهم. السؤال 35، لو مررت غاز ثاني اكسيد الكربون في محلول يحتوي على راسب من كربونات الكالسيوم، لسه حللها حالا، ادي الراسب بتاع كربونات الكالسيوم مع المحلول يعني ميه، مررت عليهم ثاني اكسيد الكربون، هيكون لي بيكربونات الكالسيوم. السؤال اللي قبله كان عايز يكشف عن الشق السالب اللي هو البيكربونات، فكنا بنقول كبريتات مغنيسيوم والتسخين. هنا بقى عايز يكشف عن الشق القاعدي بتجربة تأكيدية. من الشق القاعدي اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم التجربة التأكيدية بتاعته قلتها النهاردة 4 5 مرات، هي حمض الكبريتيك المخفف
كان بيكون لي راسب ابيض من كبريتات الكالسيوم، يعني السي اي اتش سي او 3 باي 2 افعله مع حمض الكبريتيك المخفف، كان هيدينا سي اي اس او 4 ده راسب ايه ابيض. يبقى عشان اكشف عن الكالسيوم بتجربه تاكيديه بستخدم حمض الايه الكبريتيك المخفف. يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 36، ان اتش 4 او اتش ده كشف المجموعه الثالثه كاتيونات، حطيت عليه كاتيون السي طلع راسب ابيض جيلاتيني، يبقى اكيد ده المونيوم، موجب 3. هنا طلع راسب بني محمر، يبقى ده حديد ثلاثي. هنا طالع راسب ابيض يتحول لحظيا الى الابيض المخضر، يبقى ده حديد ايه؟ ثنائي. بيقول لي بالنظر للمخطط السابق فان الشكل يمثل الكشف عن كاتيونات المجموعه التحليليه الرابعه. غلط، ده المجموعه الثالثه، المونيوم وحديد ثنائي وحديد ثلاثي. عزم كاتيون البي اللي هو الحديد الثلاثي اكبر من عزم كاتيون الاي، ده صح لان الحديد الثلاثي فيه 5 مفرد اما الحديد الثنائي فيه ايه 4 مفرد. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. عدد تاكسد الكاتيون في المركب ايه اللي هو ده الحديد الثنائي يساوي عدد تاكسد كاتيون المركب سي. لا، هنا عدد تاكسده موجب 2 وهنا موجب 3، يبقى دي غلط. الراسب الناتج من كاتيون البي اللي هو الراسب البني المحمر اللي هو اف اي او اتش الكل 3 بيدوب في وفره من هيدروكسيد الصوديوم. لا، ده مش متردد، ما بيدوبش في الان يو اتش اصلا. اللي بيدوب في الان يو اتش هو الابيض الجيلاتيني اللي هو الاي ال او اتش الكل 3. السؤال 37، بالجدول الاتي بعض الرواسب، يعني حدد لي ان هم رواسب وخصائصه ادرسه ثم اجب. خصائص الراسب 1، راسب ابيض بيدوب في الماء المحتوي على ثاني اكسيد الكربون، يبقى ده كربونات. مش احنا خدنا ان كل الكربونات اللي هي راسب بتدوب في الاحماض المخففه او الماء المحتوي على ثاني اكسيد الكربون؟ يبقى الراسب ده ممكن يكون الف او جيم، بس ما ينفعش دال لان دال ده مش راسب اصلا. تمام، يلا الاثنين. راسب ابيض بيدوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، ده راسب ابيض وده راسب ابيض وده راسب ابيض، والثلاثه بيدوبوا في الاتش سي ال لان الكربونات كلها بتدوب في الاحماض المخففه، وده متردد بيدوب في الاحماض، فمش هعرف اختار دلوقتي او استبعد اجابات. كمل. رقم 3، راسب ابيض ما بيدوبش في الاحماض. مين اللي راسب ابيض ما بيدوبش في الاحماض؟ ده بيدوب في الاحماض اللي هو الكربونات الكالسيوم، يبقى الغي الاجابه باء. لكن ده هو راسب ابيض بيدوب في الاحماض، اه بيدوب، يبقى ده كمان استبعده، يبقى نستبعد الاجابه ايه؟ الف، يبقى اكيد الاجابه جيم. السي اي اس او 4 راسب ابيض لا يذوب في الاحماض المخففه. طب نكمل. الراسب 4 ابيض ايه؟ يذوب في هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم. فعلا اي ال او اتش الكل 3 ده راسب ابيض بيدوب في هيدروكسيد الصوديوم او الزياده من هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم، لانه ماده متردده. يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. السؤال 38، عند إضافة هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو NH4OH ضفته إلى ناتج تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. الحديد لو اتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك سواء مخفف أو مركز هيدلنا FeCl2 مع H2، يبقى هو عايز يفاعل هيدروكسيد الأمونيوم مع FeCl2، ده حديد ثنائي مع الـ OH هيكون FeOH لكل 2، والاف اي او اتش لكل 2 ده راسب ابيض يتحول لحظيا الى الابيض المخضر عند تعرضه للايه؟ للهواء. يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 39، عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى ملح صلب، يبقى دي تجربه اساسيه لانيونات المجموعه الاولى. تصاعد غاز عديم اللون، الغاز ده بيحول ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك من اللون البرتقالي الى اللون الاخضر مع ظهور راسب اصفر. الغاز اللي بيحول الورقه من برتقال الاخضر هو SO2 والراسب الاصفر هو S. مين اللي بيطلع SO2 مع S؟ الثايوكبريتات. يبقى الاجابه يا الف يا جيم. طيب عايز اعرف بقى هو حديد ثنائي زي الف ولا حديد ثلاثي زي جيم؟ قال لي ضفت هيدروكسيد الامونيوم اللي هو NH4OH اللي هو كشف المجموعه الثالثه، طلع لراسب بني محمر، يبقى ده حديد ثلاثي. يبقى الإجابة الصحيحة
هي جيم. السؤال 40: عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى الملح الصلب، يبقى دي تجربة أساسية للكشف عن أنيونات المجموعة التانية، طلع أبخرة برتقالية تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا. الأبخرة البرتقالية كانت من البي آر 2، يبقى أكيد الأنيون في بروميد، يبقى هلغي الإجابة ألف وجيم. هي الإجابة يا جيم يا دال، فيهم بروميد. طيب بروميد حديد ثلاثي ولا ألمونيوم؟ نكمل. قال لي ضفت هيدروكسيد الألمونيوم اللي هو كشف المجموعة الثالثة اللي فيها حديد ثلاثي وألمونيوم، طلع لي راسب أبيض جيلاتيني، يبقى الألمونيوم بيدوب في الأحماض المخففة، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. لو كان قال لي راسب بني محمر كنت هختار حديد إيه؟ ثلاثي. السؤال 41: أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح، يعني ملح صلب، كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم Na2CO3 ده ملح صلب. قال لي ضفت له حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو AQ، هيطلع ايه؟ هيطلع 2NaCl ده محلول، وال H2CO3 اللي هيتفك الى H2O وCO2 ده سائل وده غاز. قال لي تم إضافة محلول المركب A الى المحلول الناتج من التفاعل السابق. من المحلول الناتج من التفاعل السابق؟ الـ NaCl. قال لي ضفت له مركب اسمه A، طلع راسب أبيض. من اللي أضيف عليه NaCl؟ تمام، يطلع راسب أبيض. راسب أبيض يبقى الـ Na مستحيل تكون راسب. الـ Cl بيكون راسب أبيض مع مين؟ بيكون راسب أبيض مع الفضة بس مش موجودة، اللي هي AgCl، والرصاص الثنائي. ما هو كلوري ذاتها شحيحة الذوبان في الماء، يبقى مجموعة أولى كاتيونات. الرصاص الثنائي يكون لي مع CLBBCL2 ده راسب لونه إيه؟ أبيض. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. لو شفت كاتيونات المجموعة الأولى AG موجب 1 وBB موجب 2 وHG موجب 1، أي حاجة فيها CL اللي هو HCl مثلا، ده كاشف المجموعة، بيكون لي AgCl أو BbCl2 أو Hg2Cl2، التلاتة دول رواسب لونهم إيه؟ أبيض. السؤال 42: عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك إلى محلول ملح نيتريت الصوديوم، نيتريت الصوديوم اللي هو NaNO2، لما كنت بضيف له KmNO4 زائد H2SO4 اللي هو برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، ده عامل مؤكسد، كان بيأكسد لي الـ NaNO2 إلى NaNO3، والاتنين في الزيت دوم اللي هو الـ K والـ Mn بياخدوا SO4، تبقى K2SO4 زائد MnSO4، والـ H2 هتتأكسد إلى H2O. دي كانت المعادلة، ووزنها كان 5 2 3 5 1 2 3. ماشي. قال لي بقى انا ضفت محلول كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2، ضفته الى المحلول الناتج. المحلول الناتج بقى اللي هو ده وده وده. كلوريد الباريوم ممكن يتفاعل مع الـ SO4 ولا لا؟ لانه كشف المجموعه الثالثه اللي هي الكبريتات، ويدلنا BaSO4 اللي هو راسب ابيض لا يذوب في الاحماض الايه؟ المخففه. يبقى الباريوم هيتفاعل مع الكبريتات ويكون لي كبريتات باريوم اللي هي راسب ابيض ما بيدوبش في حمض ال HCl ايه؟ مخفف. يبقى الاجابه الصحيحه هي د. اما لو كان حدد لي نيترات الصوديوم كنت قلت له لا يحدث تفاعل، لان البي اي مع النيترات محلول والان اي مع السي ال محلول، يبقى محلول مائي مع محلول مائي ادى محلول مائي ومحلول مائي وكلهم املاح، اعتبر ما حصلش تفاعل، مفيش حاجه مسكت في الثانيه. لكن هو قال المحلول كله على بعضه كده، اللي هو نجيب كل اللي طلع ده ونحط عليه كلوريد باريوم، اكيد هيطلع راسب ابيض لانه هيتفاعل مع مين؟ مع الكبريتات. السؤال 43: محلول عديم اللون عند اضافه هيدروكسيد الصوديوم اليه، يبقى مجموعه ثالثه، هيكون راسب، يبقى مجموعه ثالثه، يبقى حديد ثنائي، حديد ثلاثي، الومنيوم. طب ما هنا حديد ثلاثي وهنا الومنيوم وهنا حديد ثنائي، امال اختار مين؟ هو قال لي عديم اللون. انت عارف ان الحديد الثلاثي فيه مفرد في الدي 5 مفرد يبقى ملون، والحديد الثنائي فيه الكترونات مفرده في الدي يبقى ملون، يبقى اكيد هو الالومنيوم.
كلوريد الالومنيوم هو اللي محلول عديم الايه؟ اللون، ما عندوش الكترونات مفرده في الدي. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. السؤال 44، محلول عديم اللون، يبقى اول حاجه الغي الحديد الثنائي ده، تمام؟ عند اضافه حمض الكبريتيك اليه تكون راسب ابيض، ولما حطيت عليه نترات فضه طلع راسب ابيض برده، تمام. تعال نشوف هو مين. حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4، هنا H مع Cl و Na مع SO4 دول محاليل مش رواسب. ال Al مع ال SO4 ده محلول، وال H مع Cl ده ايه؟ محلول برضو مش رواسب. يبقى اكيد الاجابة دي ال Ba مع ال SO4 راسب ابيض. طب نترات الفضة AgNO3، ما هو الفضة مع الكلوريد راسب ابيض اللي هو AgCl، يبقى ال BaCl2 بتكون راسب ابيض مع حمض الكبريتيك ومع نترات الايه؟ الفضة. يبقى الإجابة الصحيحة هي ج. السؤال 45، ملحاني X وY أضيف إلى كل منهما حمض الكبريتيك المركز فتصاعد مع الملح Y أبخرة برتقالية حمراء اللي هي الـ Br2 ولم يحدث تفاعل مع X، يبقى أنا لما حطيت حمض الكبريتيك المركز اتفاعل مع Y وما اتفاعلش مع X، يبقى أكيد الـ X ده مش مجموعة تانية، مجموعة تالتة، واكيد الواي ده فيه بروميد لانه طلع لي البي ار 2. يبقى الاجابه يا هتبقى يا باء يا جيم. الف غلط وده الغلط، ده في بروميد وده في بروميد فيطلع البي ار 2، وهنا ما يتفاعلش مع الاثنين دول لان دول فيهم كبريتات، كبريتات مش هتتفاعل مع كبريتات، وبعدين كبريتات دي مجموعه ثالثه حمض الكبريتيك ما يكشفش عنها. طب عايز اعرف بقى الاجابه هي باء ولا جيم؟ هنشوف. قال لي ضفت على محلول كل من الملحين هيدروكسيد الامونيوم اللي هو NH4OH طلع راسب ابيض جيلاتيني. طب ما ده مجموعه ثالثه اللي هو كشف المجموعه الثالثه اللي هو NH4OH ابيض جيلاتيني يعني الامونيوم مع الواي، يبقى الواي لازم يكون فيه الامونيوم. للاسف هلاقي الواي هنا فيه الامونيوم وهنا الامونيوم، ما عرفتش اميز برضه. بس بيقول لي لما ضفت NH4OH على اكس ما طلعش راسب، مين ده ولا ده اللي لو حطيت عليه NH4OH ما يطلعش راسب؟ اكيد باء مش جيم، اصل الاف اي هنا لو مسكت في الاو اتش هتكون راسب، هيدي اف اي او اتش لكل ثلاثه راسب بني محمر، اما هنا امونيوم مش هيتفاعل مع امونيوم فمش هيكون ايه؟ راسب. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. السؤال 46، ملح ما تصاعدت ابخره بنفسجيه عند اضافه حمض الكبريتيك المركز اليه، ده كشف المجموعة الثانية أنيونات أبخرة بنفسجية اللي هي من الـ I2 تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا، يبقى أكيد الأنيون اللي موجود يوديد، خلاص ظهرت أهو يبقى يوديد. طب عايز أتأكد، قال لما ضفت محلول النشادر اللي هو NH4OH طلع راسب أبيض مخضر، يبقى حديد ثنائي، فعلا حديد ثنائي أهو وده يوديد أهو. يبقى الإجابة الصحيحة هي ج. السؤال 47، تم إجراء تجربتين على محلول الملح إكس وكانت النتائج كالتالي، لما ضفت محلول الأمونيا اللي هي NH4OH اللي هو كشف المجموعة الثالثة طلع راسب أبيض مخضر، يبقى ده حديد ثنائي، يبقى إلغي الإجابة ألف لأن باء وجيم ودال فيهم حديد ثنائي، ولما حطيت نترات الفضة اللي هو AgNO3 طلع راسب أصفر فاتح. طيب بصوا، هي اصفر فاتح دي اللي هي ابيض مصفر، وساعات بيسموه راسب كريمي، كريمي اللي هو ابيض مصفر برضه، تمام؟ يبقى ابيض مصفر خليها ابيض مصفر يعني نتبع كتاب الوزاره يعني، يبقى بروميد. الابيض المصفر اللي هو الاي جي بي ار، يبقى حديد ثنائي وايه؟ وبروميد. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. السؤال 48، لديك 6 املاح للصوديوم تحتوي على الايونات المبينه في الجدول. هو هنا عموما جايب لي 5 ايه؟ 5 انيونات مش 6، يبقى هنا ايه؟ 5 انيونات مش 6. المهم بيقول لي مين اللي يكون راسب مع اسيتات الرصاص 2؟ طب مش دول سالب؟ اكيد هيمسكوا في الايه؟ في الموجب، الموجب اللي هو بي بي موجب 2. يلا بي بي مع اس يكون راسب ولا لا؟ يبقى بي بي اس راسب. طب نيترات الرصاص 2؟ لا دي مش راسب، اي حاجه فيها نيترات بتدوب. طب البي بي اس او 4 ده راسب ابيض. طب البي بي سي ال 2 ده راسب ابيض، ده موجود في المجموعه الاولى كاتيونات. طب بي كربونات الرصاص دي مش راسب،
اي حاجه فيها بيكربونات بتدوب، يبقى اللي هيكون رواسب الانيون 1 و3 و4 يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال 49، الرواسب الاتيه تذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف ما عدا كربونات الكالسيوم، ده راسب ابيض، كل الكربونات بتدوب في الاحماض المخففه، يبقى ده يدوب. ده متردد، قايل لكم النهارده راسب ابيض ده متردد، بتفاعل مع الاحماض والقواعد، بيدوب في اتش سي ال. فوسفات الباريوم دي كانت بتدوب في الاتش سي ال، لما كنا قلنا كبريتات الباريوم وفوسفات الباريوم الاثنين لونهم ابيض. الميزه بينهم او نميز بينهم ازاي؟ كبريتات الباريوم ما بتدوبش في اتش سي ال، لكن فوسفات الباريوم بتدوب. اما كبريتات الرصاص 2 ما بتدوبش في اتش سي ال. اي راسب في كبريتات ما بيدوبش في الاتش سي ال، تمام؟ لحد ما نوصل لنهايه الباب الثالث هشرح لك السبب العلمي ليها يعني، تمام؟ يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 50، يمكن ترسيب كاتيون البي بي باستخدام اي من الانيونات التاليه ما عدا، يعني كلهم يكونوا راسب مع البي بي ما عدا مين؟ اسيتات الرصاص 2، دي مش راسب دي محلول، ده احنا كنا بنقول H2S غاز كريه الرائحه يسود ورقه مبلله بمحلول اسيتات الرصاص، محلول مش راسب. اما بي بي سي ال 2 ده راسب ابيض، تمام؟ هو ده مجموعه اولى وكلوريداتها شحيحه الذوبان في الماء، والبي بي اس راسب اسود، والبي بي اس او 4 راسب ابيض، يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 51، عند اضافه محلول هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ان اتش 4 او اتش الى محلول الملح الناتج من تفاعل اكسيد الحديد 3 مع حمض الكبريتيك المركز الساخن، تعال نكتب التفاعل ده من الباب الاول، ادى اكسيد الحديد 3 فعلا ما كانش بيتفاعل غير مع الاحماض المركزه الساخنه، وكان بيدلنا Fe2SO4/3 مع H2O، ما هو ده حديد ثلاثي يدي ملح ايه؟ ثلاثي، تمام. المحلول الناتج هو كبريتات الحديد 3، قال لي ضفت عليها هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ده، هيدلنا ايه؟ هيدلنا FeOH الكل 3، يعني هيدلنا هيدروكسيد الحديد 3، يبقى الاجابه يا باء يا دال. قال لي بعد كده رحت حطيت حمض الكبريتيك المخفف عليه او H2SO4، هيدلنا ايه؟ الراسب ده هيدوب، وهيدلنا Fe2SO4/3 مع H2O، هنا حديد ثلاثي بس محلول مش راسب، ده راسب جيلاتيني بني محمر، المحلول بتاع الحديد الثلاثي لونه اصفر، تمام؟ ده محلول اصفر اللون، شوفها في الجدول بتاع الايونات في الباب الاول هتلاقي الحديد الثلاثي لونه اصفر، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال 52، محلول من املاح كبريتات الحديد 2 وكبريتات الالومنيوم، ده FeSO4 وده Al2SO4/3، سبتهم في الهواء لفتره طويله، أكيد كبريتات الحديد 2 هتتأكسب إلى كبريتات حديد 3، وكبريتات الألمونيوم هتفضل زي ما هي ما بتتأكسدش، تمام. رحت حطيت عليهم وفرة من هيدروكسيد الصوديوم، المفروض ده لو حطيت عليه NaOH وده حطيت عليه NaOH بكمية قليلة الأول، هيدلنا FeOH الكل 3، راسب جيلاتيني بني محمر، وهنا يديني AlOH الكل 3 راسب ابيض جيلاتيني، هل اختار الاثنين دول؟ اللي هو الاجابه جيم غلط، هو قال لي وفره يعني زود كمان NaOH وهنا زود NaOH، ده هيدوب؟ لا هيفضل زي ما هو FeOH الكل 3، لكن ده هيدوب او ويكون لي ميتا الومينات الصوديوم، يبقى في النهايه الراسب الوحيد اللي اتكون معايا هو مين؟ FeOH الكل 3، يبقى الإجابة الصحيحة هي د مش ج. السؤال 53، الشكل الآتي يوضح كتل الرواسب المتكونة عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى محاليل كل منهما يحتوي على 1 مول من أحد الكاتيونات الآتية، وجايب لي حديد ثنائي هيكون مع الـ OH راسب، وحديد ثلاثي هيكون مع الـ OH راسب، والنحاس هيكون مع الـ OH راسب درسناه في تانية ثانوي اللي هو CuOH الكل 2، والالومنيوم مع الاو اتش هيكون ايه؟ راسب. بيقول لي بقى مين اللي بيعبر عن كاتيونات الحديد 3؟
طيب انا جبت كتله الرواسب اهي اف اي واتش لكل 3، سي يو واتش لكل 2، اف اي واتش لكل 2، اي ال واتش لكل 3. دول الرواسب اللي هتتكون. مين اكتر واحد فيهم ككتله؟ الحديد الثلاثي، يبقى ده الكتله الاكبر. مين الاقل شويه؟ النحاس الثنائي، ده الرواسب بتاعه. وهنا الاف اي او اتش لكل 2 اللي هو النحاس الثنائي، وهنا الالومنيوم الايه الثلاثي او بالترتيب اهو على حسب الكتله الموليه بتاعت كل راسب فيهم، لانه قال لي مول واحد من الكاتيونات دي هتترسب. يبقى انا عندي دلوقتي دول رواسب، يبقى من الحديد الثلاثي اول واحد اللي هو الاجابه ايه؟ A. يبقى الاجابه الصحيحه هي A. السؤال 54، عند ترسيب مول واحد من كاتيونات كل من الالومنيوم والحديد الثلاثي والحديد الثنائي باستخدام وفره من هيدروكسيد الامونيوم اللي هي NH4OH، فان الشكل المعبر عن كتل الرواسب الثلاثه هو، احنا قلنا الحديد الثلاثي كانت الكتله بتاعه الرواسب بتاعته 107، والحديد الثنائي 90، والالومنيوم هيبقى كام؟ 78. دي قلناها الصفحه اللي فاتت. يبقى كتله الحديد الثلاثي اكبر من الثنائي اكبر من الالومنيوم، يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. خلي بالك وفره هنا مش هتاثر، لان هيدروكسيد الامونيوم لا بيدوب لا الراسب ده ولا ده ولا ده. خلي بالك من دي، هتفرق في السؤال اللي جاي. السؤال 55، اخر سؤال معانا النهارده في الدرس ده، عند ترسيب مول واحد من كاتيونات الامونيوم وحديد ثنائي وحديد ثلاثي باستخدام وفره من هيدروكسيد الصوديوم، احنا كنا قلنا ده كتلته 100 وكام؟ 107، وده كتلته كام؟ 90، وده كتلته كام؟ 78. فكنا المفروض نختار اي رسمه تكون ده اكبر من ده اكبر من ده، بس هنا وفره من هيدروكسيد الصوديوم الراسب بتاع الالومنيوم بيدوب فهيختفي، يبقى الحديد الثلاثي اكبر من الحديد الثنائي والالومنيوم مش موجود اصلا، يبقى الاجابه الصحيحه هي ج، لان الراسب اللي هيتكون هيدوب في الزياده من ال NaOH. تمام كده، خلصنا الجزء الاول من الباب اللي هو النصف الاول من الباب اللي هو الكشف عن الانيونات والكاتيونات، اللي هو التحليل الوصفي او النوعي او الكيفي. ان شاء الله من الفيديو اللي جاي هنبدا نحل المسائل بتاعه الباب الثاني اللي هو التحليل الكمي. بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.